قال بدي اولى ابو غصن يلي عامل لي حاله وقيس ابنه الملوح عملوا للاستاذ ادهم ضحيه مو معتدي. لا وشو قال ابو شهاب؟ ما شاف ابنه، قال ما عم يتذكر، قال ما انتبه رغم اني قلت له يا كاب. هذا عامل حاله صديق كمان. وللصحفي وائل اللي عامل لي حاله حامل حمى، قال كان مسافر رغم انه اخذ له صوره يا كان. قال شو؟ ما بده وجعة هالراس. نديم ونزيها سحبوا الدعوه شيتون، ما اجوا على المحكمه من اصله. ليش؟ ما حدا بيعرف. كانوا راح يحكمونا بمحاوله الاعتداء عليه او محاوله اختطافه. الله يخلي له شبابه هالاستاذه ادهم، سقط حقه، الوحيد اللي طلع ادمي من بين الكل، بالرغم من اني طجيته مقلايه وجلست على راسه بآنين معه. فايخي ميسود عملي لي فنجان قهوه. جديده؟ جديده. ايه ليش البعزقه؟ في قهوه نغليها مره واحده بالدولة. خلينا نبعزق، أنا طول عمري كنت عم أوفر مشان أضمن المستقبل، لكن الأستاذ أدهم إلهي وسيدي مولاي خلي له شبابه، يبدو بده يقضي على مستقبلنا هيك الظاهر. يعني مرت عمي إذا رجع الأستاذ أدهم شو بدنا نعمل يا كان؟ ما بظن يرجع بعد اللي صار، ما بده فضايل. لا تظن، يا إنه هددني بالمحكمة وقال لي راجع. أنا عندي حل إذا رجع. شو هو مرت عمي؟ الأستاذ أدهم مو متعود حدا يقول له لا. طول عمره بيسمع كلمة حاضر. الخلاصة أمي، الخلاصة. الخلاصة نحن أول عالم منقله لا، مشان هيك حنتر صار هدفه بالحياة نقله إيه، طالما حنقله لا ما رح يعتقنا. وشو الحل اللي بتقترحيه مرت عمي؟ لازم يكون في كبش فدا. فسري أمي أكتر من هيك. بطلع معه أنا وبحلها للمشكلة. بدك تتحمل ريبا؟ أعوذ بالله تطلعي معه؟ لك اما بتطلعي مع حدا وفي جسمي عرق عم يضل؟ لك انا ريبالي كنت ايش؟ لك موسي على الارض؟ لك انا اللي كانت رجال ترتب شراويله لما تشوفني؟ انا اللي كنت نط نص السما واقسم الناموسه بالنص تطلعي معه؟ اما بتطلعي مع حدا بنام؟ اذا كان الشغله بدك خمس فينا؟ انا بطلع معه. ليش بيقبل هتي بريتي؟ لو بيقبل ما كنت بديت حالي عليك، كنت بعتك الك وركبتك بالشبح ونقطه انتهى. بدنا نصبر حتى الربق الاخير، ما لازم نستسلم نوب، ما حدا بيطلع. ما حدا بيطلع منكم معه على الربوه، واذا بدكم تطلعوا على جثثنا. انا مشان هيك عم اقول خليني يكون كبش في دم. بدنا نطلع يعني بدنا نطلع، ليش الجثث؟ شو بدك؟ محتاجك بشغله. فوت. لا ما لي عين فوت، اطلع انت. اخي بدك تفوت اهلا وسهلا، ما بدك تفوت بحفضح ليه؟ ماشي راح اتحمل اهانتك. فوت. السلام عليكم. انا بعرف انكم زعلانين مني وحقكم تزعلوا، بس خلوني افهمكم الموضوع يعني. ولك انا ما بيشرفني احكي مع واحد مثل حكايتك. وانا كمان ما بيشرفني اقعد مع واحد مثل حكايتك. وانا كمان تفي يا كان. وانا كمان تفي. هلا كلكم تفيتوا عليه، ما في غيري حسالي تتركوني معه. تفضل ابو شهاب على اوضه الضيوف. بدك تحسبيني ضيف؟ انا من اهل البيت. لا من اهل البيت ولا شيء. لا يا جارتنا معقوله؟ ابو شهاب بلا كلام فاضي، كشفناك على حقيقتك، ما بدي بعت لك ببيتي. فوت على اوضه الضيوف. فوت فوت بالمره. عاد هون فوت بالموضوع دغري، لا تلف كوان. بصراحة أنا كنت بدي أشهد معكم، بس اضطريت أشهد ضدكم لأسباب قاهرة. دخيلك شو هي الأسباب؟ القاهرة ولا بورسعيد ولا الإسكندرية تبعك؟ الأستاذ أدهم قال لي إذا بتفتح تمك بكلمة بعلقك من شو اسمه على باب الدكان. بقى بدكم يا يعلقني يعني؟ بتقوم بتحلف كذب بالمحكمة؟ بحلف كذب؟ يا روح ما بعدك روح. شو بدك؟ مرحبا عجاج. مرت عمك الست عفرة هون؟ هون، بس بنصحك ما تفوت لأنه بطلت تحبك.
ليش؟ يعني أنا عملت شيء برات الطريق لا سمح الله؟ لا ما عملت شيء، بس شهدت ضدنا بالمحكمة. بترجاك بترجاك عجاج رجل نشيط، أنا حلفت بالمحكمة يمين وحكيت ضميري وجاوبت على الأسئلة بالحرف الواحد. ماشي فوت، بس ما راح تصل لنتيجة فوت. أبو غصن، نصيحتي لك ترجع أدراجك، ما راح يسمعوا منك. أنا ما شفت زور مثلك ولا أبو شهاب، أنا حكيت اللي شفته. ما شفته عم يعتدي علينا؟ لا، أنا أول مرة جيت لقيته أكل مقلاية على راسه ملقوح بالأرض، وتاني مرة جيت لقيته مربط. بقى شلون صارت القصة ما بعرف. لك ما حكينا لك شلون صارت القصة؟ ولا أنت يعني ما بتاخد كلامنا ثقة؟ قل لي ثقة يا مدام عبفورة خانم، بس أنا جاوبت على قد السؤال. سألوني شو شفت؟ قلت شو شفت. يعني أنت ما شفته وقت اعتدى علينا مرة ثالثة، ما هيك؟ بالمرة الثالثة كان جاي يعزمكن على الربوة، بتسمي هاد اعتداء؟ على كل أبو غصن كتر خيرك، نحن ما نعتبانين عليك، كفيت ووفيت. القهوة أمي؟ رجعي القهوة. بس أنا مو شايف إنك مو عتباني، أنت رفع عتب عم تقول هيك يا مدام عفورة. رح أقول لك ياها بابتسامة وكتير عريضة وفقشتين زيادة، انبسطت هيك؟ طيب الظاهر الوقت مو مناسب هلا، أنا برجع بوقت تاني عن إذنكم. إذنك معك أبو الغصن، إذنك معك. كان بودي أقول لك عود، بس أنا ما بدي أعطلك عن أعمالك وأشغالك. شو قصتك أنت؟ شو قصتك؟ فهميني، أنت لازم كنتي تبهدلي مثل ما بهدلتي يا رشا. طولي بالك، ما بدنا نقطع على حالنا كل الدروب، عملت له قرصة إذن بس بكفي. يعني لو أجلناها شوي ما كان أحسن، أكيد هلا حرقانين مننا. لا ندي، ما بدي أمي وأخواتي يقولوا إني أنا تركتهم بالوقت العصيب. لك أنا خايف من أمي ما تتفهم موقفنا. طبعا ما رح أتفهم موقفك. نادين، عبير، أنت إذا وقعت بورطة على الموت مشانك بنزت حالنا. يكا؟ وأنا نفس الشيء. لا مو نفس الشيء، لو نفس الشيء ما كنت سحبت دعوتك أنت والسيدة حرمتك المصور. أنا سحبتها لحالي. عم تتباهي نزيها، استحي على حالك. طيب انتوا اعطونا فرصه نشرح لكم، ليش ما بتخلونا نشرح؟ شغلتك ما بدي اشرح، كل شيء واضح. لا مو كل شيء واضح، بعد ما تسمعني اكيد راح تغير رايك. خلوه يحكي للاخير، انا بدي فند له مزاعمه. تفضل. انا معك، اذا رايت حججي غير مقنعه فند لي مزاعمي على كيفك. احكي. انا كل ما في الامر حسبتها مع نزيها وقررنا نسحب الدعاوي مشان ما نحرق اوراقنا فرد دفعه. شلون يعني؟ إذا أنا رفعت الدعوة احتمال أخسر منصبي. وأنا أيضاً. فقلنا لحالنا نسحب الدعاوي مشان ما نخسر مواقعنا، لأني كرئيس قلم فوق احتمال أكثر أخسر.